في إطار مواصلة الجهود الأمنية لضبط تجار وحائز القطع الأثرية بقصد الإتجار بها لتحقيق الثراء السريع، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عدد من الأشخاص بحوزتهم قطع أثرية بقصد الإتجار بها، وكذلك تم ضبط عدد من الأشخاص لقيامهم بالتنقيب عن الآثار. مصر غنية بتراثها الإنساني والحضاري والذي تباهي به الأمم، ويعد مقصدا للزائرين من كافة بقاع الأرض لمشاهدته، فتلك الآثار تحكي وتخلد عظمة الأجداد والتاريخ والحضارة المصرية على مر العصور. وللحفاظ على هذه الكنوز التي لا تقدر بثمن، تقف أجهزة وزارة الداخلية حارسا أمينا يقظا عليها، وتتصدى لمحاولات العابثين من الراغبين في تحقيق الثراء السريع عن طريق الإتجار بالقطع الأثرية. فقد تمكنت في هذا الإطار من ضبط 295 قطعة أثرية، منها تابوت وعدد من التماثيل مختلفة الأشكال والأنواع والأحجام، وأواني ومقتنيات أثرية أخرى متنوعة بحوزة أحد الأشخاص بالدقهلية اعترف بحيازتها بقصد الإتجار بها. كما أسفرت الجهود الأمنية لحماية الآثار عن ضبط صاحب شركة للاستيراد والتصدير بالمنيا وبحوزته قطع أثرية بقصد الإتجار بها، فقد تم ضبط 1489 قطعة أثرية مختلفة الأشكال والأحجام والأنواع تعود لعصور مختلفة بحوزته، واعترف بحيازتها بقصد الإتجار بها. وواصلت الأجهزة الأمنية تصديها لعمليات الحفر والتنقيب بحثاً عن الآثار، حيث تمكنت من ضبط شخصين بالغربية وأسوان لقيامهما بالتنقيب عن الآثار بمنزليهما وبحوزتهما الأدوات والمعدات المستخدمة في الحفر والتنقيب، وكذلك بعض أجزاء من قطع أثرية تم العثور عليها أثناء عملية الحفر. تلك القضايا المضبوطة تؤكد مدى جاهزية ويقظة الأجهزة الأمنية في تصديها الحاسم لمحاولات النيل من تراث مصر الحضاري، وتؤكد على أنها الحارس الأمين على تلك الآثار التي تعد ملكا لكل الأجيال بل للإنسانية.